أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم أحسن الله إليكم في أقسام إخراج صدقة الفطر في الوقت، وقت القضاء بعد العيد أو بعد الصلاة، وأنا بعد العيد القضاء بعد العيد، أما إخراجها في بقية اليوم فهو أداء وليس قضاء، لكنه يأثم على تأخيرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني يقل ثوابها عن صدقة الفطر، فهي أداء لكن يكون ثوابها قليل. نعم.